محطتنا الأخيرة أيضا مميزة، وهلأ قرب الكريسماس وقربت الشغلات والزينة الجميلة اللي نحنا أكيد فينا دائما نحطها ببيوتنا، كيف إذا كانت مميزة وشغل متقن وحفر متقن. محطتنا الأخيرة لليوم مع أشكال ومجسمات بتحاكي كافة مناسباتنا وذكرياتنا، وأيضا تعطي قيمة مضافة أو إضافية لأي شيء نحن فينا نعمله. بصرنا نرحب اليوم مع بشيخ الكار بمجال القص والحفر بالليزر أحمد عداس، وأيضا بنته كمان بنفس هذا المجال. أكيد دائما شيخ الكار بيورد دائما شغلاته العائلة لأولاده كلها. للعائلة كلها، فأيضا بصرنا نرحب ببنته رنيم عداس. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم، وكل عام وأنتم بخير. يا صباح النور، وإن شاء الله كل عام وأنتم بخير أنتم وبلدنا بخير. بخير وقائد آمين بخير. آمين. يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. يعني عم نحكي عن شيء كتير حلو هو الحفر والقص بالليزر، خلينا نقول، وعنا كتير من النماذج اللي هلأ موجودة خاصة بالكريسماس. خبرنا أول شيء شو عن هي الحرفة، كيف الحفر بالليزر والرسم بالليزر؟ طبعا هي حرفة قديمة، زمان كان اسمها حرفة النقاشين، طبعا تغيرت مع الأيام وصار في تجهيزات آلية يدوية خفيفة، اتطورت فيما بعد مع ظهور الكمبيوترات والطابعات اللي بسموها الراوتر، من خلالها صار في عنا تقنية استخدام الليزر. تمام. الليزر هو عبارة عن شعاع حارق خارق بإمكانه يقتطع المادة بالمليمترات. تمام. فعطانا إمكانية وإبداعية أكثر، خلانا نرجع لشرقيتنا هيك ونعطي تحطوا لمستكم كمان الفنية. لمستنا فيها. تمام تمام. يعني ايضا كمان خلينا ننتقل لك رنيم لنحكي اكثر عن هالشغل الحلو، كيف كان لك هيك يعني مين شجعك؟ اكيد تشجعتي من أكيد. والدك. كيف بلشتي؟ هلا انا بلشت اول شيء اعرفكم حالي، انا الحرفية رنيم، بشتغل بهذا المجال من خلال 3 سنين تقريبا مارست بهذا الشغل، بلشت فيه وتمكنت من دراستي بالتصميم الداخلي، وبلشت أعمل دورات بمجال شغلنا يعني، ودرست الدورات وأخذت فيهم شهادات وتمكنت فيه، وبلشت مارس مع بابا بهي الحرفة. تمام. مساعدة أبوك يعني عم نشوف أنا وسالي كتير من النماذج الخاصة، أنا حاملة لوجو 2022 ان شاء الله تكون ان شاء الله خير يا رب يا رب يا رب. حفر وقص بالليزر، خلينا نقول تصاميم كثير بسيطه بس بالوان حلوه بتناسب السنه، وايضا يعني صندوق صناديق اللي حكينا عنها، واللي معك سالي كمان حلوه. يمكن اللي معي بتشبه اللي كنتي حاملتيها زينب، ولكن هيدا المميزه للكسمة. يمكن هي هي الشجره يمكن حلو في الوان العالم السوري. تمام. هلا هي في عندنا شغله بما يخص القطعه اللي موجوده، هي العمل اليدوي اضافه للعمل الليزر، يعني نحن ما بكفي انه اقتطعنا الماده بالليزر، لا نحن هلا هون صرنا عم نعمل اعمال نعم. يدويه اضافيه، فعم تعطي القطعة قيمة مضافة من الجمالية. حلو كتير. يعني مثل ما عم نشوف زينب كمان أيضا في أشكال مميزة بإيدك، هيدا مثل السولو، ما بعرف شو في عندك. هلا أنا في الشجرة مغارة. صحيح. نعم. لشجرة الكريسماس فيها شيء كمان. هي المغارة. المغارة. حلو. تمام. طبعا بالنسبة للزينة كمان هي اللي نحن عم نشتغلها، قلنا إنه ما بكفي فقط عملية القص. الحرفة لا زالت يدوية. ايه. يعني نحن لما عم نرسم، أول ما بنرسم طبعا بوجود رنيم والكادر رنيم معها بالتصميم. هلا هي نحن بالنسبة لنا لمسنا هالموضوع هذا أنا وزوجتي، إنه هي عندها هالمتعة. حابة. فكانت هي استمراريتها، والحمد لله لقيناها معانا بالعمل. التصميم والرسم هو مهنة يدوية. صحيح. بعد منا النسخ او الرسم على الكمبيوتر عم يكون عمل يدوي، اقتطاع المادة نعم يجوز يكون على الآلة، اما عملية اعادة التركيب وتأهيلها لانه تكون سلعة رديفة، سواء سلعة استهلاكية او رديفة، عم يكون عمل يدوي. فلا زالت الحرفة بهالمجال هذا حرفة يدوية بحتة. طبعا اكيد اجباري، لانه هي بغض النظر انه في مثلا
قص على الليزر، ولكن هي تحتاج إلى خلينا نقول تقنية عالية، رسم معين. يعني مو ممكن ما قص على الليزر فهو قص بطريقة صحيحة أو عطت نتيجة. يعني هي الآلة موجودة ولكن مثل ما بيقولوا الضربة على اللي بيحفر، على المعلم. على المعلم أكيد. هي الآلة هي عبارة عن جهاز راد بيرد العمل يلي إنسان قام عليه. فأنا إذا أعطيتها داتا صح ورسم حلو أكيد رح يطلع معي المنتج حلو وجيد. طبعا نحن بالنسبة لنا هلأ يا رب هيك يجعلها سنت خير على الجميع، يا رب على الجميع. نحن بفترة مواسم، فنحن هلا حاليا هلا الموسم عندكم، موسمنا هو الكريسماس، ونحن بحكم الحرفه تبعنا تخدم المواسم. يعني مثل ما هلا مخدمين زينه الميلاد وعلب البوكسات الحلوه هي تبع الميلاد، كمان مخدمين هلا يا رب تكون سنه خير على الجميع 2022 كمان. وهي كمان نحن من ضمن الحرف اذا لاحظتي هدول شكاكات الكيك اللي انت كنتي حاملتيها، هي بتخدم قوالب الكيك اللي راح تنطلق ان شاء الله بال 2022 ان شاء الله يا رب. يعني انا ما بعرف، حسيت انه في تطور بالحرفه مثل ما قلنا عبر الزمن. احكي لنا كيف تطورت، يعني من قبل كيف كنتوا، شو الجديد اللي اضفتوه عليه؟ ومع رنيم يعني كمان اذا عندها شيء ضافته واعطتكم افكار، كونه في جيلين مختلفين، يعني في تبادل يعني لا الافكار وشيء اكاديمي وشيء انتم مثلا متوارثينه. ف صحيح. هلا ما بخفي انا شغفي بالحرفه من ايام الدراسه بالمدرسه، لما كانوا يعطونا قطعه خشب ونقعد نفرغها بمنشار رفيع بنسل. طبعا هذا الموضوع كان عباره عن شغف بالنسبه لي وهوايه، ولو انه كانت دراستي بعيده عن هالمجال وحصلت دراسة أكاديمية، لا أنا لساتني بحب لها الحرفة هي وشغف لها. الحرفة هي مثل ما حكينا كانت يدوية بحتة. بوجود الآلات الكمبيوترات سنة 92 انطلقت برامج رسم جديدة. عام 1992 انطلقت برامج رسم جديدة سهلت آلية الرسم، وكان على مطلعها هو أول برنامج رسم احترافي بهالمجال، هذا هو كان كوريل درو. هذا البرنامج بعد منه تطور وصار في شيء بعالم الكمبيوتر شيء اسمه بلوتر وطابعات نقطية. الحقيقة آلية القص والحفر بالليزر طبقا لآلات البلوتر أو الرسمات النقطية، يعني ما بتختلف بشيء، بس بدل أنه الحبر اللي بينكون موجود بهالطابعات هاد عم يكون هناك شعاع ليزر لاختراق المادة. فهي آلية الحفر اسم بالطريقة العوام عنا هون بسموها الحفر القوسي. حلو. وعالميا تسميت الحرفة بحرفة الأركت. نعم. كلمة أركت جاي من الأرك. فنحن بالنسبة لنا أوكي على عيني وراسي بأعمارنا هي عم نحاول إنه نحول المنتج لسلعة، لأن الدم الجديد هو اللي بيخدمنا تماما وهو اللي بيعطينا آفاق جديدة. شو عطتكم رنيم؟ شو عطتكم رنيم؟ شي جديد يضيفوا لل أعطيتهم أفكار كتير يعني مشكلة من ناحية الكريسماس، يعني حلو. من ناحية الاستيكات كمان ممكن تساعدنا هاي للقوالب الإيفنت أطلقنا من يوم صحة من يومين أطلقنا إيفنت على بحضنة الدمر المركزية للفنون الحرفية. فنحن حطينا كل شيء بيتعلق بالاستيكات القوالب الكيك اللي هي عبارة عن هبي ميري كريسماس، الهابي نيو يير، او 2022 الهابي فالنتاين، هابي بيرثداي، يعني كل شيء بيتعلق حتى عيد الام والتخرج اشكال كرتونيه. هدول كلياتهم نحن اطلقنا فيه ايفنت وعملنا كمان شغلات الكريسماس عرضناها لحتى يعني الناس كلها اكيد تشوف الشغل. وجانا كمان من الشخصيات الكبيره بالمحلات المعامل المعروفه عنا بالشام، نعم زارونا بالحاضنه. حلو كثير. ايضا بالختام بدنا هيك، شو محضرين تحضيراتكم؟ شو بتحبوا تقولوا يعني هلا من خلال شاشتنا؟ شو محضرين للكريسماس؟ شو مشاريعكم ايضا القادمه ما بعد 2021؟ هلا الحقيقه نحن بالنسبه لنا دائما بنسبق التاريخ، فاذا كنا نحن هلا هالتصاميم هي شيء تم تصميمه خلال اشهر سابقه
نعم. نحن هلا بنوقف التصميم للوضع الراهن ونبلش تصميمات للسنه القادمه. حلو. الحقيقه التجهيز للموسم بياخذ وقت طويل. نحن بالنسبه لنا دائما لازم نكون سابقين الموسم بين 5 أشهر لـ 6 أشهر لحتى نكون جاهزين لاطلاق سلعته، ونكون متمكنين بالسلعه انه تكون مناسبه لذوق المستهلك. حلو. طبعا في شغلات نحن بالنسبه لنا حكيتها سابقا انه نحن لازلنا بالرتم الشرقي. طيب بدنا نتم محافظين على رتمنا الشرقي وحرفتنا الشرقيه مع الحداثه والتطور. يعني عصرنت السلعه امر مهم. اليوم ما عاد فيني انتج انا منتجات عملاقه تقعد بالبيوت والبيوت صارت صحيح. صغيره، فبدنا نعصرن السلعه لحتى تكون تخدم الوقت اللي نحن فيه. شكرا لكم. وانا متاكده انه رنيم هي استلمت تزيين الشجره عندكم بالبيت. صحيح. فنحن بدنا نقول لكم ان شاء الله هيك سنه خير وكل عام وانتم بالف خير، ونضل هيك فعلا عم نشوف هي الحرف سالي ان شاء الله يعني هيك عم تبدع بقطع فنيه مميزه بايادي سوريه. شكرا لكم، كل عام وانتم بخير. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم، ان شاء الله كل عام وانتم بخير. وانتم بالف خير.